لامس دورها النساء إشادات واسعة بأداء هند بن جبارة في مسلسل المكتوب. لقي أداء الفنانة المغربية هند بن جبارة في المسلسل الدرامي الاجتماعي المكتوب تفاعلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، وحظيت الفنانة الشابة بإشادات كبيرة من طرف متابعي المسلسل عبر المنصات الاجتماعية منذ عرض أولى حلقاته التي تتصدر التندونس في المغرب وتحقق نسب مشاهدة عالية على القناة الثانية. وفي هذا الصدد عبرت هند بن جبارة في تصريح لها عن سعادتها بالتفاعل الإيجابي الكبير مع شخصية هند في مسلسل المكتوب، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع بأن يكون بهذا الحجم، وأنها تنتظر تطور الأحداث وتدور أحداث المكتوب الذي يحظى بإشادات من طرف عدد من الفنانين والنقاد حول الشيخة حليمة تجسدها الفنانة دنيا بوطازوت التي اتخذت من هذه المهنة وسيلة لإعالة ابنتها هند بعد وفاة زوجها والصعوبات التي تواجهانها بسبب نظرة المجتمع القاسية لها. المكتوب سيناريو فاتنة اليوسفي وإخراج علاء أكعبون، ويشارك في بطولته أمين النجي، مريم الزعيمي، سلوى زهران، رفيق بوكر، سكينة دربيل وآخرين. من جانب آخر يشار إلى أن هند بن جبارة تصور حاليا سيتكوم كوميدي اجتماعي بعنوان خخوتاتو رفقة مجموعة من الوجوه الفنية المعروفة، أبرزهم عدنان محجة، منيا المكيمل، فضيلة بن موسى، يحيى الفندي، عادل أبا تراب وآخرين. يذكر أن الجمهور المغربي تعرف على هند بن جبارة من خلال مجموعة من الأعمال التلفزية والسينمائية التي حققت نجاحا كبيرا، أبرزها رضات الوالدة، الإرث، ياقوت عنبر، لبنى وعمي الخضر، الخطيب، عصفورة الوادي. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.